مواكبات. لتغطية ومواكبة كل الأنشطة المقامة بدار الثقافة لمدينة الحج. إعداد وتقديم عصام قشيقش. إنتاج إذاعة دار الثقافة الحج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكريمات، حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مواكبات. كما عودناكم عبر إذاعة دار الثقافة الحج، من خلال هذا البرنامج كنحاول أننا ننقل لكم أجواء وفعاليات مختلف أنشطة المقامة هنا بدار الثقافة لمدينة الحج. أكيد هذه الأيام من 25 لغاية 26 من هذا الشهر، شهر يونيو، كتفض من دار الثقافة مدينة الحج بحفلات فنية مدرسية مختلف مؤسسات الخصوصية بمدينتنا. البداية كانت مع مؤسسة في رحاب الأمانة للتربية والتعليم الخصوصي يوم 25 و 26 في حفل فني مدرسي سمي بملحمة النجاح. يوم 27 كان مع مؤسسة أسواق. يوم 28 و 29 كان موعد رواد دار الثقافة مع حفل فني مدرسي لمؤسسة أم المنابع. حفلات فنية مدرسية من خلالها أكيد يتم اكتشاف طاقات ومواهب كل التلاميذ والتلميذات، ايضا بعد تتويج الموسم الدراسي حافل بالعطاء، حافل بالتحصيل الدراسي. فالتغطيه الاذاعيه غادي نقول لكم اجواء الحفلات المدرسيه، فابقوا معنا. والبدايه غتكون مع مؤسسه رحاب الامانه. مواكبات. ولي معنا الان الاستاذه غيث الحجري مديره مؤسسه رحاب الامانه، مرحبا بك. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام استاذتي، اهلا بك على اذاعه دار الثقافه الحجر. من خلالكم بغيت نتعرف على الاجواء ديال الحفلين اللي انتمتوا هذ اليومين هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص الاجواء ديال الحفلين اللي انضمت مؤسسه في رحاب الامانه باقليم الحاج، في الحقيقه كانت اجواء رائعه وجد ممتازه، وهذا ناتج عن التضامن وعن روح الفريق ما بين الاسر ديال المؤسسه والانسجام اللي حاصل ما بين الاسر، الشيء اللي خلق واحد الاجواء رائعه داخل القاعه دار الثقافه. استاذتي كيفاش لقيتوا دار الثقافه لمدينه الحاج؟ دار الثقافه في الحقيقه قاعه رائعه من حيث التجهيز ومن حيث التنظيم ومن كل ما نحتاج اليه. بالنسبه كتشوفي الانشطه ديال التلاميذ واش هي في تطور مؤخرا مثل هذه الانشطه اللي كتقوم بها مثل دور الثقافه وغيرها؟ واش كتلاحظي واحد التطور في الانشطه التلاميذ ديالنا؟ طبيعه الحال في الانشطه كتعبر عن الابداعات والمواهب ديال التلاميذ اللي كيتمتعوا بها التلاميذ داخل المؤسسه، وهذا في الحقيقه كيفرحنا لاننا ما كان لا نحرص فقط على المستوى التثقيف فنركز ايضا على المجال ديال الانشطه المواليه. استاذه غيث شكرا لك. نعم. إذن شكرا للأستاذة غيث الحجري مديرة مؤسسة في رحاب الأمانة للتربية والتعليم الخصوصي، ومنها نبعث إلى كل أسر هذه المؤسسة أعطر التحايا. مواكبات. معنا هذه اللحظة الأستاذ محمد الذهبي مسؤول هذا النشاط ومسؤول أنشطة مؤسسة في رحاب الأمانة. مرحبا بك أستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين. الحمد لله اللي وفقنا في هذه الملحمة، ملحمة النجاح بجزئها الجزء الأول والجزء الثاني. الحمد لله كانت ملحمة ناجحة بكم سي عصام في الصوفيات والإخوة الأسر ديالنا اللي شاركونا هذه الحفلة، هذه شاركونا هذه الفرحة ديال وليداتنا اللي الحمد لله أباء حتى هما كانوا واحد التنظيم رائع، جمهور متميز. مؤسسة رحاب الأمانة اليوم يمكن تفتخر بالأسر ديالها، يمكن اليوم تقول أن فعلا الانسجام الرائع اللي كاين في المؤسسة، مع عمر هذه المؤسسة غادي تكون نقصها أي ميزة بحضور هاد الناس هادو اللي فيها، والانسجام الرائع اللي كان في هاد الحفلات. وما يفوتنيش بطبيعة الحال نشكر الوليدات ديالنا اللي اسحفونا فقرات رائعة، إبداعات متميزة، انسجموا معنا في آخر لحظات، موسيقى، جينيريك، توزيعات وكل ما إلى ذلك، ونجحوا لنا الملحمة بفضل الصبر ديالهم والاستماع ديالهم، كيسمعوا لنا وكنهضروا معاهم وكينصحوا لنا، وكان دائما الوليدات عندهم اذان صغيره. طبعا انتم هذا الشهر نشط على مدى يوم دار الثقافه، دار الثقافه مدينة الحج شنو قدمت لكم وشو تقدروا تقولوا لنا عليها؟ الحمد لله دار الثقافه كنشكر بزاف الاستاذ يوسف العرقوبي والاستاذه صفاء خندو والتلميذ رضوان الحمدوشي اللي ساعدونا بزاف حقيقه في هذا النشاط هذا، وكان عندهم بصمه رائعه. تشكر الاذاعه المحليه ديال دار الثقافه اللي خصها عصام قشيقش مجازا بخير الصوفيات. مواكبات. سيدي محمد الذهبي، نتعرفوا معكم على مضامين هذا الحفل واللي سميتوه ملحمة النجاح. علاش سميتوه ملحمة النجاح ومضامين ديال هذا الحفل هذا؟ مضامين الحفل ديالنا ملحمة النجاح كانت من الملحمات المتنوعة، يعني برنامج متكامل فيه ما هو تربوي ثقافي، فيه ما هو توعوي، فيه مجموعة ديال
الاهداف الاستراتيجيه اللي احنا سطرناهم في الملحمه، نعرفوا بهم التلميذ ديالنا على ضروره الالتحام الافكار ديالو مجموعه ديال المبادئ اللي كتندرج اطار الهويه المغربيه المحضه القحه يعني في الثقافه ديالنا. بالنسبه لنا اللي ركزنا عليه بزاف، اول حاجه هو انه تكون احترافيه في الاداء ديال الفقرات، ويكون التمييز في الانتاج ديال الفقرات هذه، ما تكونش يعني فقرات عبثيه، فقرات حركات وهذه وهذه، بشكل اللي يكون مثير ان الجمهور حتى هو يشارك معنا في الملحمه وانه ينخرط معنا. وفي هذا المضمار هذا كنلقاو انه الحمد لله حققنا 75% من الاهداف اللي رسمناهم، بحيث ان الجمهور انسجم معنا، وكانت التجاوب ما بين الاباء وما بين الوليدات ديالهم ما بين المنصه والجمهور المتلقي. بالنسبه للمضامين اللي سولتوني عليها، مضامين كانت متنوعه، منها ما هو يبث روح المواطنه والوفاء والعطاء لهذا البلد الحبيب، من اناشيد ولوحات فنيه انشاديه، ثم ما هو توعوي اللي ركزنا فيه على قضايا الامه، قضايا الامه كقضيه فلسطين الصامده وقضيه سوريا الحبيبه، اللي خرجنا في هذا الحفل هذا اول انتاج عرفته المؤسسه هو اوبيريت صلاح الدين، اللي كان التوزيع ديالو موسيقي لايف كما شفتوا مباشره يعني في قاعه ديال دار الثقافه، والحمد لله لقى نجاح كبير والقفضه كبير، وختمنا هادشي بطبيعه الحال بالتويج ديال الناس اللي حفظوا القران الكريم طيله الموسم. نادي القران الكريم بالطريقه الاحتفاليه التقليديه اللي جبدناها من التراث ديالنا المغربي الاصيل، سلطان طلبه، سلطان طلبه اللي كانت التويج ديالو مثلا احتفال بمكتسبات المؤسسه في مجال تحفيظ القران الكريم وتجويده وتحصيل كتاب الله عز وجل. وطبيعه الحال يفوتني ان اذكر ان الملحمه عرفت مجموعه من الفقرات المتميزه في اللغات الاجنبيه كالانجليزيه الفرنسيه، اللي كتطرق مجموعه ديال المضامين الطفوله البيئه، اللي يجعل الاباء يعني يحضروا بكثافه، لدرجه ان اليوم الثاني كان عندنا غزاره ديال التوافد ديال الاباء ديال الناس المحبين ديال المؤسسه ديال في رحاب الامانه، رغم ان للاشاره ان كان الحفل بالدعوات، كان الحفل بالدعوات ولكن الحضور كان كثير 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 بزاف، والحمد لله توفقنا اننا نظموا هادشي هذا كامل، وما كانتش مشاكل، ما كان حتى شي عراقيل، الحمد لله كلشي مر بسلام، الوليدات تدوز الفقرات ديالهم ممتازه بضبط الوقت، بضبط الملحمه، بضبط التقديمات، بضبط المجموعه ديال الامور اللي عطتنا يعني شعله اخرى، ان شاء الله نهيئوا راسنا الحفل جديد ان شاء الله في الافتتاح ديال الموسم الدراسي المقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكنشكروا جزيل الشكر الاخوان اللي فهموا معنا من قريب ومن بعيد، خاصه اخ يوسف العرقوبي اللي وفق لنا حق الله الفضاء ديال دار الثقافه، وكان دائما سند لينا، واذاعه دار الثقافه اللي سندتنا في طيله النشاط وجات تاخذ معنا تعليقات هادو في اخر النشاط. نشكرهم بحراره وكنشدوا على يديهم على هذا العمل الجبار داخل الاذاعه اللي كيزيد ينمي الرغبه ديال الناس انهم يجيو يكونوا من رواد دار الثقافه، وانهم يطلعوا على البرامج ديالها المتنوعه، ونتمنى ان هذه تكون بدايه. شكرا لكم السير محمد دعبي، مسؤول الانشطه المؤسسه في رحاب الامانه بالتربيه والتعليم الخصوصي، ومسؤول هذا الحفل الختامي اللي نظمته هنا بدار الثقافه واللي اخترت له اسم ملحمه النجاح. مواكبات ونسكر الان الميكروفون صوت البراءه على واحد كميده. مرحبا بك. شكرا. اسم ديالك؟ ويصال كشاق. مستوى الدراسي ديالك ويصال؟
الخامسة بتاعي ويصال مرحبا بك على إذاعة دار الثقافة. أنت شاركتي في ملحمة نجاح اللي انضمتها المؤسسة ديالكم هنا في دار الثقافة. كيف كانت الحفلة هذا؟ كيف كان شعورك وأنت كتطلعي فوق الخشبة؟ كنت فرحانة باش كنت طالعة الخشبة ديال دار الثقافة وكنت واحد الإحساس زعما مزيان. ويصال أنت التلميذة اللي تشاركي شنو فكرة لك قدمتي للجمهور في هذا النهار؟ الفقرة الأخيرة اللي هي الأوبيرات ديال صلاح الدين. هذا أوبيرات صلاح الدين شنو الموضوع اللي كتعالجو؟ شنو بغيتي توصلكم خلال هذا الجمهور؟ على هي كتهضر على فلسطين وإن شاء الله تحرر. ويتقال دار الثقافة بنت الحاج باش كي جات جيتي لها عجباتك ياك؟ زوينة. شكرا لك ويتقال بالنجاح والتوفيق. آمين. ومعنا تلميذة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم ديالك؟ سلمى الصياد. اهلا بك سلمى ومرحبا بك عيدة عبر الثقافة. سلمى المستوى الدراسي ديالك؟ سادس ابتدائي. تحية لك وتحية للتلاميذ سادس ابتدائي مؤسسة في رحاب الأمانة. ملحمة نجاح اللي انضمت لدار الثقافة شنو شعورك وانت في هذه الملحمة هذه؟ كان شعوري كنت فرحانة بزاف وشاركت بزاف ديال الفقرات وعجبوني كاع كلهم. المؤسسة ديالكم كل سنة كديرها في الأنشطات؟ كديرها دائما كل عام. الأعوام اللي دازوا هذا العام شكون اللي جاك حسن؟ الحفل اللي لقيتيه أفضل شكون اللي عجبك فيهم؟ هذا الحفل ديال هذا السنة هو اللي كان مزيان لحقاش الآخرين كانوا هذا في ذات الثقافة الآخرين كانوا في مؤسسة غير اللي كان اللي كيجي كي هذا كان اللي غير اللي عنده الدعوة كيدخل. يعني إذا هذا الحفل تم دار الثقافة لكم أفضل؟ الفضاء ديال دار الثقافة عجبكم؟ سلمى شكرا لك. مواكبات معايا واحد التلميذة أخرى. السلام عليكم. سلام. ميسك ملاك. ملاك ملاك المستوى الدراسي ثالث. مرحبا بك ملاك المستوى الدراسي الثالث. النشاط اللي شاركتي به شنو درتي داخل هذه المرحلة هذه داخل هذا الحفل البهيج اللي دارت المؤسسة ديالك؟ أغنيتي لطفلي والطفولة. ماشي فقرة بأغنيتي للطفولة؟ وكي جاك هذا النشاط هذا وكي جاتك الحفلة؟ جميل. عجبتك؟ أول مرة كنتي لدار الثقافة ولا فكرتي تجي لقبل؟ جيت حالات. وكي جاتك دار الثقافة؟ زوين. مواكبات. الميكروفون ديالنا مازال كنفتح للتلاميذ والتلميذات المشاركين. معنا تلميذة. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم ديالك؟ هدى الصياد. هدى مرحبا بك. مستوى الدراسي هدى؟ أولى إعدادي. أولى إعدادي من مؤسسة رحاب الأمانة ياك؟ كي جاك الحفل لهدى؟ مزيان ممتع ممتاز. تعودتي أن مؤسسة رحاب الأمانة كتنظميت هاد الحفلات ياك؟ كل عام كل سنة. شنو هو الحفل اللي جاك مفضل في هاد الأعوام كاملين في هاد السنوات كاملة؟ هاد العام ديال هاد العام. علاش هاد العام جاك أفضل؟ داروا في دار الثقافة لأنها قاعة كبيرة قاعة كبيرة وكانت المنصة ديالها رائعة والفقرات كانوا زوينين بزاف. وهذا شكرا لك على التواصل. شكرا. مواكبات.